جوهرة الخليج وفيحاء كل العراقيين، هي البصرة متوهجة ومتلألئة. بعد كل ما بذل من جهود واستعدادات إدارية وفنية وجماهيرية لتهيئة المدينة بكامل منشآتها ومرافقها الرياضية ومعالمها السياحية لاستضافة بطولة طال انتظارها، خليجي 25. الحقيقة يمكن أنا مرد أتكلم أقول معركة، بس هي كانت فعلاً أنه هناك تحدي كبير بدءاً من يعني حتى وهذا التحدي كان هو حتى قبل موافقة الأخوة في الاتحاد الخليجي وإشهارهم أنه البصرة ستستضيف خليجي 25، وبدأت التحديات تتوالى، ولكن لله الحمد أنه كنا شادين العزم يعني جميعاً من أجل أنه أن ننجح في هذا التحدي، سواء من قبلي حتى عندما كنت وزير أو كرئيس لاتحاد كرة القدم، وحتى الأخوان في اللجنة التطبيعية، الأخ أسعد العيداني محافظ البصرة. فكانت هناك عمل جماعي أثمر هذا العمل الجماعي عن الوصول لتحقيق أنه خلاص بطولة الخليج أصبحت بشكل نهائي ستقام في البصرة في مطلع العام القادم إن شاء الله. والله وش اليوم إحنا لمسنا هذا الشيء من قبل سنة ونص تقريبا، من بداية تشكيل اللجنة التفقدية. طبعا الشعب العراقي بصفة عامة شعب مضياف وكريم، وأهم شيء في هذا الموضوع أن الشعب يعشق كرة القدم، وهذا هي المعضلة الحقيقية، أن شعب مثل هذا يستحق أن تقام فيه بطولة مثل بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم. يعني اليوم الكل يعرف أنه محافظة البصرة اللي ما تمتلك من مساحة وعدد سكاني كبير، البصرة رفضت كافة المنتخبات الوطنية على مستوى كافة الألعاب الرياضية، سواء كانت كرة القدم أو ألعاب ساحة وميدان، وكذلك كرة السلة وكرة اليد، وكل الموجودين في محافظة البصرة من رياضيين مثلوا المنتخبات. هذا دليل على أنه البصرة اليوم تمتلك إمكانيات رياضية، سواء كانت على مستوى لاعبين ومدربين وحتى على المستوى الإداري. ثلاث وأربعون سنة قد انقضت على آخر مرة احتضن فيها العراق ملتقى الأحبة من أبناء الخليج، وقد شهدت منذ البدايات وحتى الآن تطوراً هائلاً على الصعيدين الفني والتنظيمي. فمع تتويج الكويت بطلة للنسخة الأولى عام 1970، وصولاً إلى تتويج البحرين بطلة لخليج 24 في قطر عام 2019، حصد العراق خلالها ثلاث بطولات بإمضاء المدرب الراحل عمو بابا عام 1979 و 1984 و 1988، وها هي أضواء ملاعب البصرة تتوهج استعداداً لاستضافة خليجي 25. ما في شك، اسمح لي بس أن أقول لك أن كل الإخوان في رؤساء الاتحادات الخليجية أثنوا على أن تقام البطولة في العراق. 79 بطولة صار لها فترة زمنية كبيرة، يستحق الشعب العراقي أن يستضيف هذه البطولة، والكل أثنى، وتمت الموافقة بإجماع على من قبل سعادة رؤساء الاتحادات الخليجية بإقامة البطولة إن شاء الله في البصرة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله حدث الحدث الرياضي لبطولة كأس الخليج حدث إقليمي كبير، يعني الشيء الكثير ليس للبصريين فقط وإنما لكل عموم العراق. انتظرنا هذه البطولة لسنين طويلة، وكانت الوعود والتطمينات من قبل دول الخليج، وبالتالي اليوم نستطيع أن نقول أنه حققنا هذا التحدي وهذا الإنجاز
من خلال عمل كافة التحضيرات ومتطلبات البطولة اللي من شأنها أن ترتقي البطولة بصورة أو نسخة جيدة تختلف عن بقية النسخ التي أقيمت في دول الخليج. إسناد تنظيم المسابقة في البصرة قرار اعتبرته الجماهير الرياضية، فيه إنصاف للمدينة المدخمة بعشق أبنائها للساحرة المستديرة مع ما تزهو به من ملاعب أنيقة وضخمة. البصرة هي إرث الرياضة، الحقيقة بثقة الرياضة منا على عهد الإنجليز، يعني بالثلاثينات هم هنا، وخرجت البصرة يعني لاعبين أساطير أمثال الكابتن هادي أحمد، أمثال الكابتن كريم رحيم، أمثال الكابتن عزيز عبد الله. الحقيقة القائمة طويلة، تقريبا 5 إلى 6 لاعبين كانوا هم بالمنتخب الوطني اللي حتى شرفوا بالبطولات الخليج اللي لعبوها. اليوم الحقيقة احنا الرياضة عندنا حب ولع، ولع بالرياضة وتلقائي، اللي يريده المهم نظهر بمظهر ونخرج البطولة بمظهر جيد. الحقيقة ما علينا بالفوز والخسارة، وثانيا حتى نريد نرفع الحظر عن ملاعبنا، فلازم نخرج بأبهى صورة. الفوز والخسارة شيء ثاني بين الأشقاء الخليجيين. أهل البصرة أهل الكرم، وتدري بها النخوة البصرة، البصرة معروفة يعني بجيالها بالرياضة بالبطولات، وبطولة الخليج هاي نتشرف بها احنا هاي السنة إن شاء الله. أكيد جمهور البصرة له طعم مميز في هذه البطولات، وراح يكون دافع كبير لمنتخباتنا الخليجية وبالخص منتخبنا الوطني. ويمكن مثل ما تعرف أكيد بطولة الخليج هي حلاوتها بجمهورها والجانب الإعلامي، ودائما ما نشوف المستويات هنا تختفي في بطولات الخليج، نشوف انه جانب المنافسة والروحية بين الجماهير وبين الفرق تنعكس. ان شاء الله احنا يعني نتمنى انه تكون البصرة في خليج 25 بطولة مميزة واستثنائية، وهذا ما جاي نلتمسه. بالتأكيد أنه الجمهور هو ملح البطولة، ولذلك أهم من هنا أوجه دعوة لكل جماهيرنا العراقية في كل المحافظات لمؤازرة منتخبنا الوطني ومنتخبات الدول الشقيقة في هذا العرس الكروي الكبير اللي هو كأس الخليج. أيضا دعوة من هنا أوجهها إلى كل أشقائنا وأخواننا في دول مجلس التعاون لمؤازرة منتخباتهم الوطنية وتزيين ملعبي الجذع النخلة وملعب الميناء بوجودهم. بالتأكيد أن حضور الجماهيري راح يرفع من المستوى الفني للبطولة، وهذا ما نتمنى أنه البطولة تنجح من كافة الجوانب. اليوم فيما يخص الملاعب، لا اليوم اتحاد كرة القدم في البصرة هو معني من كل الأندية الموجودة، سواء كانت أندية درجة ممتازة وأندية درجة أولى وحتى درجة ثالثة، ولكن اهتمامنا كان في ملعب الميناء وحتى ملعب البحري وحتى المدينة الرياضية، وكنا مرافقين لهم ومتابعين لعملهم. بالتالي اهتمامنا كان من أجل احتضان كافة المسابقات التي تكون أو المباريات التي تقام في محافظة البصرة.
باعتبارها هي عاصمة اقتصادية لوجود شركات نفطية، صارت السواعد والهمة بوجود عدة فنادق ووجود بنية تحتية. وانت مثل ما قاعد اشوف حضرتك اليوم، احنا نمتلك بالبصرة مدينة رياضية متكاملة وملعب نادي الميناء اللي هو دخل الخدمة حاليا مكتمل، وملعب النادي البحري. وبالعكس احنا افضل من هواي دول، اللي هسه هي باستثناء اذا اريد نقول قطر اشتغلت على مود كأس العالم وتطورت، لكن انت تعال شوف البصرة اليوم ميدانيا ممتازة من ناحية الأمان، ممتازة من ناحية الفنادق، ممتازة من ناحية الملاعب. إن شاء الله استعداد تام كجماهير كمنشآت كفنادق يعني درجة أولى، ونحمد الله وشكر اللي أدري بيه يعني إن شاء الله توصلنا اليوم إنه الفنادق 4 إلى 5 فنادق قبطت يعني إن شاء الله، من جماهير خليجية، جماهير بصراوية، جماهير أيضا من كافة أنحاء محافظات العراق إن شاء الله. نريد نخرج بالبطولة أحسن مخرج وأحسن صورة نوديها للعالم، نظهر بها على مستوى البصرة. بالنسبة لو تجون للحارات الشعبية، فتحوا بيوتهم للناس الخليجيين، للناس اللي هم من محافظاتنا من نفس العراق، يعني راح يجينا من بغداد، من الموصل، من محافظاتنا العزيزة كلها، بيوتنا مفتوحة وقلوبنا مفتوحة لهم، بالإضافة إلى يعني البصرة كلها ترحب بالخليج ومن داخل العراق. بالحقيقة الاستعدادات قائمة منذ أكثر من سنة. احنا استقبلنا اللجان التفتيشية الخاصة باتحاد كأس الخليج العربي بزيارات مكوكية وتفصيلية، وبناء على المعايير الدولية العادينها للمنشآت الرياضية والملاعب، في كل زيارة يسجلون ملاحظات وتتابع تفصيليا من قبل وزارة الشباب متمثلة بمعالي وزير الشباب والرياضة السابق والحالي أيضا، بالإضافة إلى متابعة تفصيلية من السيد محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني ومن قبلنا كديوان محافظة. تعرفون المنشآت الرياضية ملعب الميناء وكذلك المدينة الرياضية هي من مسؤولية وأملاك وزارة الشباب والرياضة، وعقدها وبنائها هي عن طريق وزارة الشباب والرياضة. إحنا كمحافظة مسؤولين عن البنى التحتية للمدينة وتهيئة الفنادق والأمور اللوجستية الأخرى. احنا اليوم حقيقة سابق الزمن من أجل أنه نظهر البصرة في أجمل صورها، إن كانت من ناحية الملاعب، إن كانت من ناحية المرافق الخدمية الأخرى، من فنادق إلى شوارع إلى مغتربات حول الملاعب. وبالذات أنه تعرفون كان أيضا هناك تحدي ملعب الميناء، هو لوحده كان تحدي وتحدي كبير، لله الحمد أنه نجحنا في أن ينجز العمل في هذا الملعب وأن يكون هذا الملعب هو جاهزا لاحتضان خليجي 25. بالإضافة إلى ذلك وجدنا أن هناك تحدي آخر هو المقتربات الخاصة بملعب الميناء، وبالتالي أنه أيضا هذا التحدي إن شاء الله سننجح بإذنه تعالى في الانتهاء منا خلال الأيام القليلة القادمة، بحيث يكون جاهزا لاستضافة هذا الملعب ومقترباته جاهزة لاستضافة أشقائنا الخليجيين في خليجي 25. طبعا هناك جهود كبيرة تبذل الآن من قبل الجميع، هناك لجنة منظمة عليا يرأسها الأخ وزير الشباب الأخ أحمد المبرقع، ومجموعة من الوزارات والجهات الساندة، هناك المحافظة، هناك اتحاد كرة القدم، هناك جهود كبيرة تبذل من الجميع من أجل أنه كما تشاهدون أنه الملعب ارتدى حلة جديدة طيبة إن شاء الله من خلال تأمين كافة متطلبات ملاعب المباريات وكذلك ملاعب التدريب اللي كان لها أرضية ونوع جيد يضاهي كافة الملاعب في المنطقة وحتى دول الخليج. البصرة المحافظة الأولى تعتبر بالمنشآت الرياضية في عموم العراق، لأنه أولا المدينة الرياضية اللي هي مجموعة متكاملة من الملاعب وملاعب التدريب اللي موجودة في العراق، ملعب الفيحاء، وراح ينضاف هذا الصرح الرياضي الجديد اللي هو ملعب الميناء اللي هو أحدث ملعب عراقي من ضمن سلسلة الملاعب العراقية.
طبعا الجهود الشركه المنفذه، جهود وزاره الشباب والرياضه، جهود الاتحاد، جهود ما ننسى يعني فضل الجهود والدوائر الساندة اللي موجوده في محافظه البصره، اللي كان لها دور جدا كبير في تطوير محيط الملعب وتطوير الطرق المؤديه الى ملعب الميناء. والحمد لله وشكرا، تشوفوا بهذا المنشأ هذا الرياضي اللي وصل هذه المرحله بتضافر كل هاي الجهود. جذع النخله هو التحفه المعماريه التي نفتخر بها، هو التحفه المعماريه المنتظره، سنين ننتظرها. مشروع عملاق ضخم بهالامكانيات بهالمواصفات، يعني فشي كان حلم. انا من الناس اللي كنت متابع مباراه الدوري، المباراه اتابع حتى اطلع المحافظات، احلم ممكن اضخم ملعب بالعراق. كابتن، اضخم ملعب بالعراق، من اضخم ملعب بمنطقه الشرق الاوسط، 65,000 متفرج. استاذ نبيل، اكو امور مو واضحه لو تشوف منظومه الصوت هسه بالملعب. منظومه صوت عملاقه جدا، الشاشات هذه الشاشات العملاقه اللي فد ريزوليوشن عالي وحجم جدا 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 مريح، يعني نوعيه الثيل. واذا شوف الثيل هذا جرت عمليه تجديد استعدادا لكاس الخليج. هو سنويا الثيل مالتنا نوع برمودا 419، صنف امريكي، يتحمل هذه درجات الحراره ويتحمل الامراض والفطريات. لا، الاصلي الصيفي. بلي. من يدخل موسم الشتاء يوم 15/10 الى 15/11 تزرع عشب الريق راس، العشب الشتوي تلائمه الاجواء الشتويه اللي هو هسه مزروع هسه كل ملاعب العالم بالظروف البارده. فالزراعه يعني سنويا تجديد يكون، هالمره صار تهيئه بدقه اكثر للتربه تحضيرا لبطوله الخليجي. حاسبين حساب انه 9 مباريات راح تقام فتره اسبوعين، راح يجهد الملعب، فتعاملنا ويا الملعب بطريقه ان شاء الله يصمد بايام البطوله. احنا عندنا استعدادات بكل بطوله، منظوماتنا جاهزه عموما، بس تعرف طبيعه العمل استاذ الفاضل. المنظومات الرياضيه، التقنيات ابديت مستمر. احنا المدينه مخططاتها بال 2009، منظومه الاناره مثل كان البث التلفزيوني يعتمد على 2000 لوكس يامن لك بث مباريات. هسه ابو خليجي لا، ابو التسويق الرياضي قال لي اريد 3000 لوكس تقريبا، راح ابث 4K. طور انارتك، ما تبقى مثل الوضع هذا، نحتاج الى ابديت بالالكترونيات، بالشاشات، باعمال الاناره، بكل التقنيات الثانيه. ارضيات الملاعب تتبدل، هاي التقنيات اللي انحسبت وفق جداول وفق رؤيه هندسيه وفق تخطيط تهيئنا لبطوله الخليج بهالمستوى. اذا اكو صفه نتميز بها عن الباقيين، الكرم. العراقي كرم استاذ نبيل، هاي يجوز قبل كل شيء، قبل الجانب الفني، قبل لا يقول فلان، وقبل لا ناخذ بطوله وكاس. الكل منتظر بشغف، كل مناسباتنا موجوده ملاحظه الاشياء. هسه شوف مبادرات شبابنا، مبادرات سكن، وهذا بيتي مفتوح، وهذا على شنو؟ حب المدينه، حب البلد، يريد يظهر. يعني هاي الصفه هاي اللي متحلي بيها، اللي ما بيها راس مال ولا بيها فد شيء، كرمي راح اتفوق، كرمي راح اتميز. هذا جمهورنا. بالعكس، رؤساء اتحادات الخليجيين الكل جميع حريص على ان يتواجد في البصره، و الكل يعني سيكونون موجودين، بالإضافة إلى حضور شخصيات رياضية، وحتى على مستوى وزارة الشباب أيضا راح تكون هناك دعوات. السيد وزير الشباب راح يوجه دعوات إلى السادة معالي وزراء الشباب لدول مجلس التعاون، وقد يكون دول عربية أخرى. أيضا هناك دعوة حتى لرؤساء اتحادات الآسيويين، هناك دعوة لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي، رئيس الاتحاد الأفريقي. هناك دعوات راح تصير تكون لرياضيين عالميين على المستوى العربي وعلى المستوى العالمي. فبالتالي انا اعتقد يعني يجب ان نستثمر هذا العرس الكروي بان ننطي رساله مهمه الى العالم كله، انه العراق والبصره امنه وتستحق هذه المدينه الحبيبه ان تحظى بهذا النجاح ان شاء الله، اللي نسال الله ان نوفق في ان في الحفاظ على هذا الإرث والإصرار على إقامة البطولة بشكل دوري.
بطولة كأس الخليج دائما تعطي الدول اللي تستضيف تجهيزات وتساعدها انها تستضيف بطولات اخرى. الان على سبيل المثال بامكانك ان انت تطلب استضافة اي بطولة بوجود منشآت جاهزة، فنادق جاهزة، مرافق كاملة جاهزة. هذا إقامة البطولات بصفة عامة تساعد انه من تطوير البنية التحتية للمدينة وكذلك الملاعب اللي راح تستضيف البطولة ان شاء الله. احنا شوف احنا راح نظل واحد، خليجنا واحد وشعبنا واحد، لن يفرقنا اي شيء مهما حصل للي حصل. نتمنى ان العراق تكون الدولة اللي راح تكون تبرز ان شاء الله في المستقبل الحاضر باستضافة بطولات. الان الكل يطمح لاستضافة بطولات، الان استضافت بطولة كاس الخليج عندهم طموح اكيد الاخوان في الاتحاد العراقي لهم رؤية ولهم تصور انه باستضافة بطولات اخرى ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. إقامة مونديال خليج 25 في مدينة الفيحاء ثمرة ما سبق من تحضيرات وجهود أنعشت الملف العراقي وفتحت الأبواب أمامه لاستضافة المؤتمرات والمحافل والمسابقات الدولية على اختلافها. بطولة كأس الخليج بعيداً عن بطولة رياضية هي بطولة عائلية، دائما الأخوة الخلايجة تقام عندهم البطولات، هي بطولة حبية، بطولة السلام، ترسل رسالة السلام إلى الدول الباقية مثل شرق آسيا وعرب آسيا. اليوم حتى بلاد الشام، نتكلم عن الأردن، عن فلسطين، عن سوريا، كانت أمنياتها تشارك في بطولة كأس الخليج من أجل هي بطولة عائلية. لذلك إحنا أغلب الشيوخ والرؤساء الحكومات الخليجية ما تروح مع منتخباتها لبطولات قارية، يعني بطولة كأس آسيا، بطولة غرب آسيا، لكن في بطولة كأس الخليج تلقى جميع الشيوخ والرؤساء حاضرين في البطولة من أجل مساندة بلدهم. يمكن هذا أول محفل كبير يشهد العراق منذ فترة طويلة، وبالتالي أنه إحنا اليوم يعني استخدمنا شركات أجنبية لتعاون ويانا، وأيضا أخواننا في الاتحاد الخليجي أيضا حريصين جدا على أن يتعاونوا ويانا بتنظيم هذا الحدث. ولذلك أنا أعتقد أنه إحنا بحاجة إلى المزيد من التعلم من خلال إقامة الدورات والنشاطات حتى نقدر نوصل إلى المرحلة اللي وصلتها إلها دول الخليج، لأن ابتعادنا عن العالم وابتعادنا عن إقامة الدورات في بلدنا بالتأكيد أثر بشكل كبير على يعني تأهيل كوادرنا بالشكل اللي البروفيشنال. نقول احنا نقدر ننظم مباريات نقدر، ولكن ليس بالمستوى اللي نطمح لان يكون في العراق كما كان موجود الان في الدوحة او في الدول المتقدمة، لان احنا العراق يجب انه دائما نكون في الرياضة. في مسألة التعاون، تعاون موجود من زمان، يعني لا يعني الشكر لازم اشكر في هذا المقام ان سعارة المحافظ البصرة اللي الدعم لهذه البطولة، هو كأخ وصديق يتعامل معنا بكل شفافية بكل احترام بكل تقدير، له مكانة خاصة في قلوبنا. كذلك الاتحاد العراقي برئاسة الأخ عدنان درجال اللي قاعد يشتغل ليلا ونهارا لكي ان شاء الله تقام بطولة مثالية الكل يشيد بها إن شاء الله بإذن الله. نجاحنا في تنظيم البطولات والمسابقات الدولية بمستوى جيد ومشرف وبأدق التفاصيل من النواحي التنظيمية واللوجستية والعمرانية دليل على قدرتنا وإرادتنا وقوة كرة القدم في بلادنا.